We welcome you once again, and now the second session will begin, entitled Issues of Measurement and Evaluation in Higher Education Institutions in the Age of Digital Transformation. And let me introduce and welcome on the podium the chairpersons, Professor Safa Afifi, Vice Dean of the Faculty of Education, 6th of October University, Professor Muhammad Saad, Vice Dean for Postgraduate Studies and Research, Faculty of Arts, the British University in Egypt, and Professor Mukhtar Kayel, former head of the Department of Educational Psychology, Faculty of Education, Ain Shams University. نرحب بسيادتكم مرة أخرى، والآن ستبدأ الجلسة الثانية بعنوان قضايا القياس والتقويم بمؤسسات التعليم العالي في عصر التحول الرقمي برئاسة كل من الأستاذ الدكتور صفاء عفيفي وكيل كلية التربية جامعة 6 أكتوبر والأستاذ الدكتور محمد سعد وكيل كلية الآداب لشؤون الدراسات العليا والبحوث بالجامعة البريطانية في مصر كما يشرفنا الأستاذ الدكتور مختار الكيال رئيس قسم علم النفس التربوي الأسبق كلية التربية جامعة عين شمس بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بالسادة الحضور بادئ ذي بدء بهني الجمعية العلمية للقياس والتقويم على مؤتمرها الأول التابعة لاتحاد الجامعات العربية المستضافة بجامعة عين شمس ومقرها مركز إدارة التطوير التعليمي الجامعي بجامعة عين شمس حيث أن جامعة عين شمس شعارها أن التقدم هو إرادة واختيار فبناء عليه كان اختيارها لاتحاد الجامعات العربية وإنشاء جمعية العلمية للقياس والتقويم اللي احنا النهاردة إن شاء الله بنقدم بعض إضاءات ومضات في رحاب الجمعية بداية إن شاء الله بنتكلم على منظومة القياس والتقويم استكمالا طبعا للجلسة الأولى من وجهة نظر مختلفة وهي وجهة نظر وزارة التعليم العالي إن شاء الله بتقدم لينا الأستاذ الدكتورة سحر أمين الأستاذ بكلية التربية جامعة حلوان وهي مديرة مركز القياس والتقويم ووحدة إدارة المشاريع بوزارة التعليم العالي وشهدت الأستاذ الدكتور سحر أمين وساعدت العديد من الجامعات المصرية من خلال عملية التحول الرقمي للتقييم وبنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية ستقدم لنا دكتور سحر عرضا عن دعم وزارة التعليم العالي للتحول الرقمي لتطوير نظم القياس والتقويم بالجامعات المصرية فلتتفضل السلام عليكم في البداية أحب أهني الجمعية العلمية للقياس والتقويم بالمؤتمر الأول وبالنجاح الظاهر لنا كلنا وأتمنى كل التوفيق ومؤتمرات كتيرة جديدة يشارك فيها نطاق أوسع من الدول العربية ورحب بحضراتكم وشكرا للتقديم دكتورة صفاء تعديدة بس بسيطة أنا أستاذ كلية تربية موسيقية جامعة حلوان ويشرفني ويسعدني أن أتكلم باسم وزارة التعليم العالي وأقول الدور اللي قامت بيه وزارة التعليم العالي لدعم التحول الرقمي في مجال القياس والتقويم بداية التحول الرقمي في القياس والتقويم أنا مش عايزة أطيل على حضراتكم أنا عارفة اليوم طويل وأنا هتكلم باختصار ومش هقول حاجات يعني تقيلة كده التحول الرقمي في القياس والتقويم بمنتهى البساطة هي عملية التخلص من الطرق والقيود اللي كنا بنتعامل بيها بشكل تقليدي في جامعاتنا وكلياتنا لنوصل لطرق أحدث توصل لنا النتائج اللي احنا محتاجينها ونقيس بيها نواتج التعلم للطلبة ونحقق كل مخرجات التعلم في كل المقررات لكل طالب في كل تخصص وعلشان كده
اهتمت الإدارة السياسية وكان في توجهات للسيد الرئيس بضرورة الاهتمام بتحويل الاختبارات إلى اختبارات إلكترونية مميكنة لجميع الطلاب في كل التخصصات لتحقيق العدالة والشفافية. وكان في جهود كبيرة جدا لوزارة التعليم العالي لنحقق هذا الهدف مجتمعين بشكل منظم بلجان منظمة مشتركة ما بين وزارة التعليم العالي ممثلة في الجامعات المصرية الحكومية، المجلس الأعلى للجامعات، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات تم إنشاء مشروع ضخم جدا للتحول الرقمي أو ما كانت الاختبارات على مستوى كل التخصصات. اللي كان منوط بيه يقوم بالدور ده اللي هو يعني أنا بأمثل كيان جزء منه هي وحدة إدارة المشروعات. وسريعا أنا هقول لحضراتكم إيه هي وحدة إدارة المشروعات. هي وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، ليها مجموعة من المشروعات المنتشرة في كل الجامعات الحكومية، منها مشروعات الجودة اللي حضراتكم بنسمع عنها، مركز القياس والتقويم، نظم وتكنولوجيا المعلومات، تأهيل المعامل للاعتماد، مشروع دعم التميز، تطوير الجامعات والمعاهد التكنولوجية، مرصد التعليم العالي، وحدة التخطيط الاستراتيجي، ومشروع البرامج الجديدة. كل المشروعات دي بتشارك في تطوير التعليم العالي بشكل أو بآخر، وهخصص الكلام عن مركز القياس والتقويم. بدأ فكرة مركز القياس والتقويم عام 2000، وتدرجت التطورات إلى عام 2014 بإنشاء المركز القومي للقياس والتقويم اللي بتشرف بإدارته حتى الآن. أنا مش أنا من 2014، أنا بدأت ب 2019 وأديره حتى الآن. مركز القياس والتقويم طبعا ليه رؤية ورسالة، أنا مش هأطيل على حضراتكم في كلام كتير. من أهم الأعمال اللي بيقوم بها مركز القياس والتقويم تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي، ومن أهمها هو إتاحة وتحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية. من أهم الأهداف اللي بيقوم بها المركز لتحقيق هذا الهدف هو دعم وإنشاء مراكز ووحدات القياس والتقويم بالجامعات المصرية والخاصة والأهلية والتكنولوجية طبعا، وقياس مدى تحقق نواتج التعلم المستهدفة لمختلف التخصصات على مستوى القطاعات. دور مركز القياس والتقويم في الجامعات، حتى الآن تم تمويل 21 مركز على مستوى الجامعات الحكومية، يعني 21 جامعة من 27 جامعة. بيتم تدريب أعضاء هيئة التدريس بمتوسط 4000 عضو هيئة التدريس. تم إنشاء 175 وحدة قياس وتقويم من كم الكليات اللي موجودة في الجامعات، قياس أثر ومردود المشروعات، تقديم الدعم الفني وتطوير نظم القياس والتقويم. بنستمر في دعم ومتابعة المشروعات اللي بيتم تمويلها من وحدة إدارة المشروعات، تدريب ودعم فني لكل أعضاء هيئة التدريس، والتدريب عندنا بيقدم بالمجان، قياس واختبارات وتقويم إلكتروني. زي ما شايفين حضراتكم تم تمويل حتى الآن 18 جامعة، يعني بقى عندنا 18 مركز قياس وتقويم ممول في الجامعات، 5 جامعات جاري إنشاء المراكز فيهم، و4 جامعات تم إنشاء مركز للقياس والتقويم من خلال الموارد الذاتية للجامعات. يبقى احنا عندنا 27 مركز للقياس والتقويم على مستوى الجمهورية ب 27 جامعة حكومية. بتهتم بقى المشروعات اللي بنقدمها لإنشاء وحدات ومراكز للقياس والتقويم، وجود مقر، وجود بنوك أسئلة محدثة ومفعلة، تصحيح إلكتروني للاختبارات التحريرية، تطبيق معايير القياسية لنظم التقويم بالمؤسسة التعليمية، ليهم موقع إلكتروني محدث بترفع عليه دايما الشغل معاهم أول بأول، مكان مجهز للتدريب، لائحة مالية وأدلة ومواثيق وأدلة للأخلاقيات. المشروعات اللي تم التعاقد عليها 22-24، مشروع لإنشاء مراكز قياس وتقويم، تطوير الاختبارات العملية والشفهية الدورة الأولى،
ومشروع خاص لإنشاء بنوك الأسئلة على مستوى البرنامج الأكاديمي، وتطوير نظم القياس والتقويم في الجامعات التكنولوجية بإجمالي 23 مليون. وده شكل للجامعات المشاركة وعدد الوحدات في كل جامعة بإجمالي 165، وجاري اعتماد 10 وحدات أخرى واثنين جامعة تكنولوجية. طبعا دور مراكز القياس والتقويم يمكن حضراتكم كلكم في الجامعات بتلمسوا هذا الدور، ومعنا اعتقد في بعض مديرين مراكز جامعة السويس وجامعة المنصورة وفي من الزقازيق، وكب طبعا جامعة عين شمس هي الجامعة المستضيفة، بيقوموا بدور كبير جدا لتأكيد قيام مجال القياس والتقويم بشكل محدث ومفعل طول الوقت. فعندنا تفعيل تصحيح الكتروني، تفعيل اختبارات الكترونيه، ورقه امتحانيه والتزام بشكل عام، وضع ومتابعه معايير قياس الاداء للعناصر التعليميه، تغذيه راجعه من اعضاء هيئه التدريس وهيئه معاونه وطلاب، دعم فني من الوحدات للكليات الاخرى، تعاون مع مركز الجامعه والمراكز الاخرى، تقديم دعم للمجتمع، اشراف على الاختبارات الموحده زي اختبارات القدرات والتقارير والدراسات، والتواصل مع المركز بالوزاره. طبعا اي فكر جديد او اي تطوير يلزمه نشر للثقافه. المركز بينشر ثقافه القياس والتقويم في كل مجالاته بشكل مجاني بمجموعه من الدورات التدريبيه اللي بتتم بشكل دوري مجانيه لاعضاء هيئه التدريس. طبعا احنا كنا بنبتدي بنشتغل فيس تو فيس، ومع الكورونا تحول التدريب الى اونلاين، فبقينا نقدر الدوره التدريبيه الواحده بيكون فيها زملاء ممثلين من 27 جامعه، بنلاقي معانا من العريش ومطروح ووادي الجديد وكل الجامعات المصريه بيمثلوا في التدريب في كل انواع المجالات المرتبطه بالقياس والتقويم وقياس نواتج التعلم واعداد جدول المواصفات وبنوك الاسئله والاختبارات الالكترونيه والى اخره. ده صور للانشطه اللي موجوده. بيتم عمل زيارات بشكل دوري، زيارات لنشر الثقافه للكليات والجامعات اللي ما بيكونوا محتاجين لده، بيطلبوا من المركز بنقدم لهم الدعم، او زيارات للمشروعات المموله لمتابعه تنفيذ الانشطه وتحقيق التطور. انا مش عايزه اطيل على حضراتكم. طبعا منظومه الاختبارات الالكترونيه بدات تنفيذ تجارب من 2019، وانا شايفه كوريت كان احد الجهات المشاركه في هذه التجربه. وبعد كده بعد توجهات سياده الرئيس بان احنا نقوم بميكنه الاختبارات تماما، تم بروتوكول تعاون ما بين وزاره الاتصالات ما بين وزاره التعليم العالي. البروتوكول ده كان بتكلفه قدرها 4,700,000 تقريبا، مده البروتوكول 5 سنوات، فات منهم 2.5 سنين، وهنعرف دلوقتي ايه اللي تم فيه لغايه دلوقتي. في لجنه في انعقاد مستمر لتنفيذ هذا البروتوكول وتحقيق اهدافه بميكانة الاختبارات وإنشاء بنوك أسئلة على مستوى جميع القطاعات. بدأ المرحلة الأولى للقطاع الطبي، لكليات الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي ومعهد الأورام. بدأ قلنا القطاع الطبي، وانتهى المرحلة الأولى للاختبارات الإلكترونية في يناير 2022. من دلوقتي بدأ التعامل مع بقية التخصصات الأخرى، وبيهتم أو مقومات هذا المشروع إن بيتم تدريب فرق العمل في الجامعات الحكومية بشكل عام، إجراء اختبارات إلكترونية، إنشاء بنوك الأسئلة، تدريب أعضاء هيئة التدريس، إنشاء منصات وبوابات إلكترونية، تطوير البنية التحتية، توفير أجهزة حاسب آلي لجميع الجامعات، وسيلة اتصال بالإنترنت، تطوير النظم والتطبيقات، توفير الخدمات المختلفة التي يحتاجها الطلاب على مسار حياتهم داخل الجامعات. وتم تنفيذ حتى الآن زي ما قلنا تدريب بشكل كبير جدا وبشكل مكثف، ومع بداية المشروع تم تنفيذ تدريب للقطاع الطبي ما يزيد عن 4,000 عضو هيئة التدريس في القطاع الطبي. دربنا في شهر واحد ما يزيد عن 91 دورة تدريبية،
كنا بنعمل فيديوهات مسجلة واستعنا بأعضاء التدريس في القطاع الطبي من مختلف الجامعات للتدريب، ووصلنا للشكل ده بمشاركة كل الجامعات معانا في تدريب على بناء المفردة الاختبارية، ازاي الأستاذ يحط سؤال علشان نوصل لنتيجة احنا راضيين عنها. احنا مش بنقول ان احنا نحول الكتروني يبقى بنعمل بشكل عشوائي، لا، احنا بنحط وفقا لجدول مواصفات بيحقق نواتج التعلم للمقررات اللي عندنا نقدر بيها نحقق مواصفات الخريج في كل تخصص. ومن مقومات المشروع كمان كان في توريد وتركيب اجهزه وبرامج لعدد 38 مركز اختبارات الكترونيه في 27 جامعه، وبدا المشروع زي ما قلنا في يناير وتم تنفيذه. كان اجمالي الكليات المشاركه 21، لان احنا قلنا في القطاع الطبي كان في بعض الجامعات ما فيهاش قطاع طبي، كان اجمالي الكليات المشاركه 102، كليات القطاع الطبي المشاركه كانت 73 كليه، اجمالي الاختبارات كان 6745، نسبه حضور الطلبه 86% من اجمالي الحضور، 1,500,000 طالب تقريبا، وتم التدريب لاعضاء هيئه التدريس. دي الجامعات المشاركه في الاختبارات النهائيه، اعداد الكليات اللي شاركت في الاختبارات الالكترونيه النهائيه، اعداد الطلاب المشاركين في الاختبارات. وطبعا لما بنعمل استطلاع لرأي الطلبة قبل الاختبارات الإلكترونية وما بعد الاختبارات الإلكترونية طبعا بيكون النتيجة لصالح الاختبارات الإلكترونية، نظرا للسهولة في الاختبار، للنتيجة ممكن تطلع أسرع سواء كنا بالتصحيح الإلكتروني أو بالاختبار الإلكتروني قدام الكمبيوتر. كمان الطلبة بتطالب أن يكون في اختبارات بشكل يعني في كل التخصصات، يعني بقيت كليات الاداب والتجاره والى اخره ليه طبي واحنا لا؟ وبنسعى بشكل كبير جدا لتوفير مراكز اختبارات الكترونيه باعداد اكبر تسع طلاب الكليات الاعداد الكبيره، لان دي اكبر مشكله عندنا في تصحيح الاوراق الامتحانيه لدفعه مثلا 4000 طالب. فبالحاله دي لما يكون في اختبار الكتروني نقدر الامتحان يتم بشكل اسرع بطريقه اسهل، وبيحقق رضا للطالب وبيحقق مواصفات للي احنا عايزينها وتحقيق نواتج التعلم، وبالتالي بتكون الاستفادة احسن. دي عدد الجلسات الاختبارات اللي تمت. رؤية مستقبلية لمركز القياس والتقويم، طبعا يعني احنا نتمنى يكون بينا تواصل اكتر مع الجامعات، ويكون ونستهدف الفترة اللي جاية الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة والجامعات التكنولوجية إلى جانب الجامعات الحكومية، طرح أكبر للمشاريع. الدورة الأخيرة اللي طرحناها لتحقيق أو تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية والتطبيقية محتاجة تنتشر بشكل أكبر في الجامعات، لأن احنا اهتمامنا دايما بالسؤال التحريري أكتر من قياس المهارة. فالطرح الأخير اللي احنا طرحناه في الدورة اللي فاتت كان لتطوير الاختبارات العملية بشكل أدق وإنشاء بنوك الأسئلة. بنسعى لتطوير الاختبارات الموحدة، تطوير نظم الامتحانات في الكليات كلها، تفعيل ثقافة القياس والتقويم، إنشاء بنوك أسئلة قومية على مستوى التخصصات، عقد مسابقات بشكل مستمر لتحقيق الغايات اللي احنا بنطلبها. طبعا قياس اداء مؤسسات التعليم العالي واجراء تصنيف لهذه الجامعات، قياس مهارات الخريجين، نشر دوليه محكمه، مؤتمر دولي للقياس والتقويم. وطبعا من ضمن السعي اللي بنحب ان هو نناشد بيه في هذه الجلسه او في نهايتها، مزيد من التعاون يا دكتوره منى ما بين مركز القياس والتقويم والجمعية العالمية للقياس والتقويم للجامعات العربية، فده شيء يسعدنا جدا. وشكرا لحضراتكم. شكرا استاذ دكتور سحر امين على كل ما طرحتيه من جهد بيقوم به مركز القياس والتقويم بوزارة التعليم العالي، الف شكر لحضرتك. شكرا. دكتورة سحر امين شاورت ان مركز القياس والتقويم بيشتغل مع كتير من الجامعات الحكومية، ولكن كمان الكليات العسكرية ما كانتش بمنأى عن الشغل الخاص بالقياس والتقويم.
خاصة في الجزء الإلكتروني منه. كان يفترض أن احنا يكون معنا النهاردة سيادة اللواء رئيس جهاز العمل النفسي بالقوات المسلحة المصرية، بيشرفنا ويسعدنا طبعا وجود كوكبة من الزملاء الأفاضل. الدكتورة صفاء عفيفي هتتفضل وهتنوب عن سيادة اللواء. دكتورة صفاء عفيفي هي أستاذ ورئيس قسم علم النفس التربوي السابق بكلية التربية جامعة عين شمس، وكمان وكيل شؤون التعليم والطلاب بكلية التربية جامعة 6 أكتوبر، وهتقدم عرض تقديمي بعنوان نظم التقويم والقياس بالكليات العسكرية. تفضل يا دكتور. شكرا دكتور. طبعا الحقيقة ان القياس والتقويم في الجامعات كما عهدناه له معنى محدد، وهو محاولة التأكد من إتقان مخرجات التعلم أو نواتج التعلم. لكن الحقيقة في المؤسسات العسكرية القياس له معنى آخر وله هدف آخر. هنحاول يعني النهاردة مع بعض نحاول نلقي الضوء على إيه هو الهدف من القياس في المؤسسات العسكرية. بداية برحب بالفريق من مركز العمل النفسي بوزارة الدفاع، سيادة العميد عصام كامل، سيادة العقيد إسلام مكرم، سيادة الرائد دعاء عاشور، وسيادة النقيب إيمان عبد العليم، وسيادة النقيب شيماء محروس. أهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا كما نعلم ان وزارة الدفاع المصرية والطلاب المنتسبون للكليات الحربية والكليات العسكرية بشكل عام يعد من اهم الاماكن الحيوية بجمهورية مصر العربية، فكان من المهم اختيارهم طبعا بدقة. من هنا تأتى دور جهاز العمل النفسي بالقوات المسلحة المصرية بإجراء اختبارات نفسية لطلاب الكلية الحربية الجدد، فبيتم تطبيق قياسات نفسية لاختيار أفضل العناصر لاكتشاف ما لديهم من قدرات شخصية وسمات نفسية بتتوافق مع متطلبات الحياة العسكرية. بيتم عمل بروفايل لشخصية كل طالب على حدة بعد تطبيق الاختبارات النفسية مع مراعاة طبعا الفروق الفردية فيما بينهم. بيتم مراعاة التغلب على التزييف والكذب والتجمل من خلال تكرار بعض الأسئلة بأكثر من طريقة لكشف الكذب. بتعتمد هذه الاختبارات على استخدام التكنولوجيا بشكل كبير لضمان الموضوعية والشفافية عند إصدار النتائج. يتضح من نتيجة اختبارات ان علم النفس الشخصية هو الفيصل في الحياة العسكرية للتنبؤ بقدرة الطالب على المهارات والجدارات المطلوبة اثناء حياته العسكرية. لذا كان هناك احتياج للجنة العلمية لجهاز العمل النفسي، والحقيقة شرفنا بالمشاركة في هذه اللجنة الأستاذ الدكتور مختار الكيال والأستاذ الدكتور عادل البنا وأنا كذلك. فالحقيقة كان بيبقى شيء ممتع جدا لمعرفة ما هي الاختبارات اللي بتم وكيفية تقنينها. بتهدف اللجنة لتقنين الاختبارات النفسية وإعادة صياغتها في صورة مواقف سلوكية بدلا من القياس من خلال مدخل التقرير الذاتي. أيضا إعداد تقارير عن العمليات النفسية وراء الثورات الملونة وتأثير الوسائط المتعددة على السلوك. من ضمن أو أمثلة للاختبارات اللي كان بيتم تقنينها، طبعا زي ما احنا شايفين كده كلها اختبارات خاصة بالشخصية، مثل اختبار سمات الشخصية، اختبار التعامل مع المواقف الضاغطة، اختبارات الشخصية القيادية، مقياس عمليات التحمل، مقياس القدرة على الانتباه، مقياس التفكير الابتكاري، مقياس الصمود النفسي، مقياس الذكاء الوجداني، مقياس كشف الكذب. كلها بترسم بروفايل كبير جدا لشخصية الطالب المنتسب للكلية. جميع هذه الاختبارات والمقاييس يتم عرضها على اللجنة لفحصها بدقة لضمان إخراجها بأفضل صورة لرسم بروفايل الشخصية بدقة. مراحل إعداد هذه الاختبارات بتبقى عبارة عن وصف الوظيفة، التطبيق على عينة عشوائية، المقابلات الشخصية، ثم تحليل النتائج. وشكرا. في البداية دعوني أشكر جامعة عين شمس واتحاد الجامعات العربية على هذا المؤتمر الناجح الشامل الذي يريد أن
يخطو بخطوات واسعة نحو كل ما هو إلكتروني وكل ما هو يمكن به أن نصل إلى تخديراً جيداً لقدرات الطالب المتعلم ثم الفرد بعد ذلك. فشكراً للجامعة العريقة جامعة عين شمس على هذا التعاون العلمي، وهذا ليس بجديد. فشكراً وشكراً لحضراتكم على هذه الجلسة العلمية الجميلة المتميزة. ودعوني أشكر جهاز العمل النفسي بالقوات المسلحة. حقيقة يكاد البعض لا يعرف قيمة هذا الجهاز أو ما يقوم به، ولكن بحكم أنا أتيحت لي الفرصة، والدكتورة صفاء كما أشارت والدكتور عادل البنا والعديد من الزملاء بقيادة السادة الأفاضل المحترمون الموجودون، حقيقة بيقوموا بعمل وجهد عظيم قد يفوق بعض مؤسسات التقويم، ولا أكون مبالغا في ذلك. والأفضل من هذا أنهم يعرفون كيف يستفيدون من أساتذة القياس والتقويم، وكيف يدعون كما يقول المثل العيش لخبازه رغم استطاعتهم ورغم قدرتهم. فشكرا لكم على هذا العمل المتميز، ولعل وجودهم الآن إشارة واضحة إلى المقولة الجميلة دعونا نعمل في صمت، وهم بالفعل يعملون في صمت، ولكن من يقترب منهم ويحاورهم ويعمل معهم يعرف كم الجهد الذي يبذلوه. فأنا أشكركم بهذه المناسبة لجهاز العمل النفسي وكل المسؤولين عليه. نقدم الآن أستاذا متميزا عالما عاملا له بصماته الواضحة في القياس والتقويم، أستاذ الدكتور عادل السعيد إبراهيم البنا، أستاذ ورئيس قسم علم النفس التربوي جامعة الإسكندرية، عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية السابق. شارك في العديد من الرسائل العلمية والمناقشات العلمية، وهو من يعني أقول إيه من نجوم المؤتمرات العلمية. حقيقة ما يقدمه لنا دائما جديدا ونستفيد منه، فأقدم لكم هذا الأستاذ المتميز ليكلمنا عن الاختبارات الإلكترونية، الفرص والتحديات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة طيبين. أنا مشفق عليكم فعلا، بأنني كنت جالس كده من شوية زيكم وكنت بنام، بس مش هطول عليكم. يعني هي رسائل حوصلها لحضراتكم. بشكر الجميع على تنظيم هذا المؤتمر، ويعني هذه الرسائل بتدور بتركز على قضايا القياس والتقويم وتصميم الاختبارات الإلكترونية. طبعا عشان نصمم الاختبارات الإلكترونية احنا محتاجين لها عناصر رئيسيه وخصائص اساسيه، زي ان تبقى فيه انتر اكشن وتفاعل بيني وبين الشاشه، وهذا التفاعل بيبقى مرتبط بوسائط متعدده كثيره جدا. وايضا هذه الاختبارات لها قضايا الثبات والصدق، ريلابيليتي وفاليديتي بتاعتها تبقى عاليه، وفي نفس الوقت يبقى فيه مرونه تكيفيه في استخدام نوعيه الاختبارات دي. ممكن تبقى بنوعيه اسئله مختلفه عشان نقدر ان احنا نقترب من التشخيص الدقيق للسمة السلوكية المراد قياسها، ما تبقاش كلها اختبارات أدائية لا فيها شفوية وفيها تحريرية وفيها اختبارات مقالية، التصحيح التلقائي أو الآلي، وفي نفس الوقت يبقى عندي حفظ وتخزين للبيانات والأسئلة عشان نرسم بروفايل كويس جدا للفرد. طبعا في تحديات قدام مننا، التوافق مع في قدرات التشغيل، لان قدرات تشغيل البنيه التحتيه ممكن تبقى حسب سرعه الانترنت وحسب سرعه الجهاز، ممكن يديني ما بشخص مثلا على سبيل الرياكشن تايم زمن رد الفعل واستجابته، ممكن الجهاز يكون دل ياخر استجابه الفرد فلا يتم اختياره لمهمه نوعيه معينه.
فعشان كده أنا عاوز كده توحيد المواصفات القياسية، وده تحدي. التحدي التاني أشكال التقييم الإلكتروني كتيرة جدا، منها ما يسمى الإلكترونيك بورتفوليو أو البورتفوليو الإلكتروني، وإحنا محتاجين لسكورينج سيستم، نظام تصحيح يكون إزاي، نظام تقييمه هل هيكون بالملاحظة، هل هيكون في روبريكس عندي محكات تقدير، ودي قضايا جوهرية يعني محتاجة لنشر ثقافة التقويم والتدريب عليها أكثر من التدريب على البرامج في حد ذاته. في نفس الوقت الغرض من الاختبار أنا عاوز أقيم بإيه؟ أقيم سمات شخصية، يبقى أحطها في مواقف حقيقية، ما تبقاش أساليب تقدير ذاتي، لأن فيها ارتغابية وفيها يعني نوع من المرغوبية الاجتماعية، وكل إني لا أكذب ولكني أتجمل، فأنا عاوز أحطه في مواقف حقيقية. ولذلك التحول لاختبارات المواقف عشان نكشف شخصية الفرد. طبعا اختبارات القدرات العقلية اختبارات يعني ما فيهاش تزييف إلى الأحسن ولا إلى الأسوأ، لأن المية بتكذب الغطاس زي ما بقول. أنا بحطه في أمام موقف حقيقي، فبيظهر قدرته الحقيقية مرتبطة بالزمن بتاع الأداء الفرد، مهارات الأفراد برضو دالة، مهاراتهم التكنولوجية الفنية، ثقتهم بأنفسهم، السوفت وير بتاعهم، المهارات الناعمة، مهارات الشخصية، وأيضا المهارات الفنية، خصائصهم. في واحد قلق بطبعه ممكن ينعكس على قياس القدرات المعرفية والقدرات العقلية بتاعته، ينسى الحاجة نتيجة عنده قلق لاختبار عالي. فطبعا أنا هنا إيه برضو لازم أراعي خصائص الأفراد والأهداف التربوية المرغوبة أو المشاة. من ضمن التحديات أيضا مهارة إعداد الاختبار، الإعداد بتاعه أنا محتاج إلى فريق عمل. المفردة ممكن تاخد وقت، ولذلك صوغ وصياغة الأسئلة والمفردات محتاج لفنيات وتدريب عليه. حدوث أعطال مفاجأة في السيستم أو النظم الإلكترونية برضو تحدي تاني. قياس الهاي أوردر ثينكينج سكيلز، مهارات التفكير العليا، تحدي تالي. الخبرة في مجال التكنولوجي بتاعة الأفراد تحدي رابع. وزي يعمل مثلا information security أو أمن للمعلومة حتى لا يحدث لها اختراق الهاكينج أو ولذلك الأمن السيبراني مطلوب، سايبر سيكوريتي مطلوب، إن احنا نعمل قواعد بيانات واختبارات مؤمنة مغلقة، يستحيل أو يصعب على الأقل إنها يعني حد يقدر يفك شفرتها. التنظيم العالي وتسرب الاختبارات احيانا ممكن يحدث باي وسيله يعني تقنيه او حتى غير تقنيه، كل دي تحديات لازم نحطها قدام مننا. اما بنتكلم عن الفرص بقى، انا عندي برامج كتيره جدا لحد فور اكزامبل امثله زي ما انتم شايفين كوريكت، وايضا برنامج الاي تي مان، برنامج الفاست تيست، دي اوعيه لخزن او عمل بنوك اسئله مؤمنه. يعني هنا ساعه ما بحط باسورد على حاجه استحاله حد يعرفها، ولذلك المفروض ما انساهاش ديت عشان نعمل بنوك اسئله مؤمنه. من ضمنها ديت بيديني طوعيه ان انا اتدرب عليه لمده شهر وانزله وانشئ بيه بنك، والبنك اللي انا بنشئه بيه بيعيش طول عمره، بس البرنامج لازم اشتريه وهو بالدولار وفدات امكانياته غاليه. وهذه دعوه برضو في التحدي التكنولوجي، ان في ناس تطلع من عندنا تبرمج سوفت وير يامننا، لان انا هنا بدل ما بحط يعني روحي في مكان بره ممكن يعمل هاكينج على البنوك الاسئله بتاعتي باي وسيله، انفورميشن سيكيورتي وامن المعلومه. طبعا برامج الفاست تيست ديت بتنزل كده بنقدر ان احنا ندورها، ده سياحه سريعه كده معاكم على انا بنستارت الفاست تيست بيختار، وهو بينزل مانوال لو انتوا نزلتوه، اللي عاوز يقرا ويطلع عنه انا بأحيلكم بس لفاست تيست مانوال، ده حوالي 200 ورقه كده يدي لك الخطوات التفصيليه اللي انت ممكن ايه تشتغل بيها من A to Z. طبعا البرنامج ممكن تشتغله ترايل الاول، او لو هو مرخص بتضغط تحط السوفت الباسورد، لو هو غير مرخص هيشتغل معاك لمده شهر او 30 يوم زي ما بنقوله، بيدي لك مساحه. يعني شكل البرنامج هايف في اوله بس بيقلب للجد، لانه بيعمل لي مزايا رئيسيه. اول ميزه رئيسيه في هذا البرنامج انه بيعمل شافلد او لخبطه للاسئله،
يعني لو عندي 100 سؤال يعني وبامتحن 1000 واحد، السؤال واحد هنا غير واحد هنا غير واحد هنا غير واحد هنا، وبعدين بيعمل شفت للبدائل بتاعته، يعني A B C D هنا غير هنا غير هنا، كل ترمينال بتطلع مختلفة. فاللخبطة بيديني احتمالية وتوفيق وتبديل كتيرة جدا يمنع الغش، وده برضو من ضمن المزايا بتاعة هذا البرنامج. طبعا البرنامج ده استعرض بس كده، بيديني ان انا بعمل امبورت بنك، تصدير بنك واستيراد بنك، ولو في بنك اسئلة موجود بفورمات قديمة بقدر احدثه واضيف واعمل ابجريد عليه. ده من حيث امبورت ايتم، يعني ممكن يصدر سؤال من قاعدة للتانية، وايضا ممكن وانا بستورد وصدر اسئلة بتعامل مع في الورك سبيس، بحفظ وبنشئ لو عاوز اعمل بنك اسئلة للطلبة، ادا مادة علم النفس، سمات شخصية بقول له القلق او الانطواء او الانبساط، بعمل مثلا خاصة بالاساتذة مهارات القيادة برضو بكتب، واقدر اعمل بنوك اسئلة لكل مواد الجامعة، لكل الماتيريال، لكل ما اريد بنوك اسئلة مؤمنة. يعني مؤمنة؟ يعني ما بتطلعش غير على الجهاز ساعة مسمح لها. اختيارنا للاسئلة طبعا بتبقى فيه لوحة للبنوك، في الأسئلة بتتحط هنا فوق، بختار منها وبستعرض منها، بقدر أعمل بريفيو، بشوف السؤال الأول، السؤال اللي بيتكرر عندي أكتر من مرة بحذفه أوتوماتيك وضحي بيه، ويطلع لبنك الأسئلة المفتوح عشان الطلبة تتدرب عليه عينات، لأن عشان نحتفظ بجديته باستمرار، فده إمكانية وميزة عندي. وأيضا هنا هو بنمشي كده مع البرنامج، والدليل موجود قدام منكم، وحسيب البرزنتيشن للي عاوزه يقرا فيه ويطلع على كل ما هو بيعتمد. ايضا على ان انا بجيب الايتم نفسها، مين اللي حط السؤال وصح الاسر بتاعه مين، وبيقيس ايه، ومعامل السهوله بتاعته قد ايه، معامل الصعوبه قد ايه، معامل التمييز قد ايه، المعلومات بتاعته. ودي بقى بيحتاج ان انا بحلل ببرامج تانية زي الايتم بانك والايتم اناليسيس وغيرها من برامج الوين ستيب وغيره من برامج تدريج الاسئله. طبعا همشي كده بسرعه عشان استعرض بقيه الحاجات. الحمايه بتاعتي بتاعت البنك، طبعا بعمل حمايه للاختبار بأسايمنت معينة بباسورد معينة، بحيث ما حدش يقدر ان هو ايه يعني يعمل هاكينج عليه. طبعا لو احنا بصينا كده العناصر الأساسية، القضايا الرئيسية، فيدباك، ازاي نعمل فيدباك؟ ما احنا بنصمم اختبارات، ازاي نضمن ان الطالب يقول له انت اخطأت في الحتة الفلانية لو انا بعامل الاي ال اوز؟ فانا مشكلة عندنا ان بعمل فيدباك لمين؟ بعمل فيدباك للطالب، بعمل فيدباك للاستاذ بتاع الماده، مفروض اعمل فيدباك لولي الامر، بعمل فيدباك للمجتمع عن مصداقيه التعليم، مركز القياس والتقويم مفروض هو انشئ بمثابه ضمير التعليم في مصر، وبالتالي لازم يديني رؤيه ان احنا فين بالظبط في اطار الجوده التعليميه. انا عاوز اطلع خريج يعتمد عليه، وبالتالي لازم هنا هو تبقى في عندي مؤشرات صادقه. الاسئله احيانا نوعيتها مش جيده فبترفع مستوى ايه وتعمل تضخم في الدرجات، او اسئله صعبه جدا تنزل الولاد في الارض. انا اين الحقيقه؟ فانا عاوز اسئله تراعي مستوى الموضوعيه والدقه. في برامج تانية زي الكويز، ادوات التفاعل، الوسائط المتعدده اللي بنستخدمها، الاسئله وانواعها، والزمن اللي احنا بنستغرقه. أسئلة كتيرة جدا بنحطها عشان نقدر نوصل لكل الطلاب، لأن طلبة كتيرة جدا تقول لي احنا عاوزين سؤال ترو فولس، بس بنلاقيهم بيسقطوا أو ما عندهمش الراشونال اللي بيبرر بيه. أنا عاوز أنوع أسئلة شفوية وتحريرية، وأيضا أسئلة بأنواع مختلفة عشان أقدر أحيط. تصميم البرامج طبعا هنمر عليها كده بسرعة. البرامج كل برنامج له باركود معين، مفروض إن أنا إيه بدخل اختار منهم.
طبعا في برامج مجانيه موجوده على النت يتدرب عليها مفيش مانع، نكتسب مهارات زي الهوت بوتيتوز، زي كويشن تولز، زي الكويز فايبر، زي برضو الكيو دوكس كويز ميكر. كل دي برامج موجوده مجانيه، اي حد ممكن يدخل وعلى النت يشتغل ويبحر عليه. في برامج طبعا غير مجانيه لها روابط اهو قدام منكم، برامج تجاريه ومنها الفاست تسليمر، لان معدل الاستبقاء بيمسح نفسه عن الجهاز بعد 30 يوم، فلازم مؤسسه تشتريه. فنحن نحتاج الى فكر مؤسسي في ان انا بتحول الكترونيا لبرامج، ويا ريت يبقى عندنا مبرمجين من داخل مصر عشان نضمن امن المعلومه، ونضمن ان ما حدش يبقى مصمم لي البرنامج وبيسرب في اي حته ثانيه. برضو ده حاجه مهمه جدا، بحيث روابط تحميل الكورسات المجانيه لهذه البرامج قدام مننا، وبالتالي ان هو البرامج دي كلها مثلا زي هذا البرنامج عنده في 20 نوع من الاسئله، بيقدر يديني تصاميم للاختبارات بطريقه شيقه، بيقدر يدمج حاجات بالمالتي ميديا وصفحات الويب وخلافه، وخصوصا الحاجات المغلقه او المفتوحه زي ما انا عايز. طبعا اخر حاجه هقولها الاختبارات التكيفيه. يعني ايه اختبارات تكيفيه؟ مش ضروري نعاقب الطالب، انا عاوز عشان اعرف انه ذكي اختبار المصفوفات المتتابعه مثلا 60 سؤال، فمرروا على 60 سؤال كلهم. لا، ده انا عامل سورتنج للاسئله من السهل للصعب. هو الولد انا شايفه جينيوس عبقري، او هو بيقول عن نفسه كده، اديله السؤال رقم 60، وبالتالي لو جاوبه اصبح الحكم عليه ان هو عبقري من سؤال ايه؟ واحد، يلا مع السلامه. هو كانها اسئله كاشفه او مواقف كاشفه، فلازم انا ابقى يعني عامل تدريب للاسئله عندي، بحيث ان انا اعمله تكيف. مش بالضروره ان الاختبار ياخد ساعه لكل طلب، ده انا هنا هيختار، هو بيقول لي مستوايا متوسط، اديله السؤال رقم 30، جاوبه يبقى فعلا ايه متوسط، نطلع منه بسؤالين ثلاثه، جاوبهم خلاص، ما جاوبهمش يبقى خلاص هو دي مستواه. ان انا قال لي مستواي متوسط وما جاوبش السؤال رقم 30 اللي انا اديته، يبقى هو اقل من المتوسط، مفهوم عن ذاته متضخم. الاختبارات التكيفيه عندي ايتم بول، اسئله كثيره ما بنمررش عليها الطلاب، بختار منها بنماذج الاستجابه المفرده الاي ار تي، وبعدين ببتدي بقى اعمل جنراليزيشن او تعميم، نظريه التعميم والاختيار للمفردات اللي ممكن انها تقيس لي اداءات الايه الطلاب. دي شكل من اشكال كيفيه عمل الاختبارات التكيفيه، ومش هاطيل عليكم اكتر من ذلك، وبشكركم. برضو البرامج المستخدمه سواء مجانيه او غير تجاريه ممكن تبقى قدام منكم، وشكرا على يعني حسن الاظهار، واسف للاطاله. شكرا. شكرا استاذ الدكتور عادل على هذا العرض القيم، وبيوصل لنا رساله الدكتور عادل ان احنا ان اجلا او عاجلا لابد وان نتعامل مع الايه اسيسمنت. في نفس الوقت بيقول لنا هناك برامج، لكن اشار الى حاجه جميله قوي، رغم الجهود الممتازه اللي شركه او كوريكت بتقدمها لبرامج التصحيح، نشكرهم على المجهود اللي بيعملوه وبيبذلوه في جميع الكليات والاجهزه بتاعتهم، الا ان الدكتور بيقول لنا ما الى متى سنظل قيد الاخرين؟ لماذا لا نستطيع ان ننتج برامج حقيقيه مصريه او عربيه لعمليات تصحيح الكتروني؟ دعوه لعلها تجد مستجيب. وشكرا لك مره ثانيه دكتور عادل. والان مع احب راح شكرا لاستاذنا الدكتور محمد سعد، جاورني ولم اشكره فواجب علي ان اشكرك، فاستمتعنا بوجودك، وتفضل حضرتك. الحقيقه احنا عندنا شركه وريكت من الشركات اللي تعد شريك جوهري وشريك قوي جدا جدا مع جامعة عين شمس في تحقيق منظومة القياس والتقويم. وقدمت شركة كوريكت منظومة الحقيقة ساعدت جامعة عين شمس في الكثير والكثير لضبط العملية الامتحانية،
منذ خطوة التجريب، بداية من التجريب كانت يمكن أنا كنت حاضرة لده بشكل مستمر، فكنت بشوف قد إيه الشركة حريصة على أنها تقدم كل ما هو جديد وكل ما هو منضبط للمؤسسة وللطالب. ولذلك يمكن الأستاذة الدكتورة سحر أمين أشارت لأن لما بيتعمل تقييمات واستبيانات لآراء الطلاب قبل استخدام الاختبارات الإلكترونية وبعد استخدامها كان في استجابة إيجابية عالية جدا من الطلاب لسهولة استخدام هذه المنظومة وحرصهم الشديد على أن منظومة القياس جوه الجامعات تمشي بشكل سلس. والحقيقة معروفة عن شركة كوريكت أنها شريك للعديد من المؤسسات والجامعات في نجاح عمليات التقويم القياس والتقويم، وكان من حظ جامعة عين شمس الحقيقة التعاون ما بينها وما بين شركة كوريكت. هيلقي الضوء على هذا العمل الآن الأستاذة صفية البديوي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كوريكت. بتعد أستاذة صفية أحد رواد الأعمال في مجال تكنولوجيا التعليم، فقد حصلت على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة لندن، حيث ركزت على استراتيجيات تنمية الشركات الصغيرة ولديها خبرة أكثر من 10 سنوات في مجال الإدارة. تفضلي. مساء الخير. طبعا انا يعني عندي تشالنج كبير جدا جدا ان انا اجي بعد كل الاساتذة العظماء اللي اتكلموا قبلية، واجي كمان في اخر اليوم والناس خلاص زي ما دكتور عادل كده قال خلاص الناس تعبت جدا، لكن انا يعني متشكرة جدا جدا لجامعة عين شمس والدكتور منى على الفرصة دي ان يكون موجودة النهاردة مع حضراتكم نتكلم شوية على الأسسمنت بلاتفورم وقد إيه إحنا شايفينه كورنرستون في الديجيتال ترانسفورميشن لكل الهيئات التعليمية والمؤسسات التعليمية. أنا هحاول أتكلم يعني شوية البرزنتيشن بالإنجليش بس يعني هتكلم عربي وإنجليزي. أنا يعني فخورة جدا بالفرصة دي، وكنت حابة أبتدي بسؤال الحقيقة انه ده سؤال بنسأله دايما للكاستمرز، هل احنا محتاجين assessment platform؟ والحقيقة انا بعد اليوم ده بعد اليوم الطويل مع كل الاساتذة اللي اتكلموا قبلية والدكاترة الحقيقة مش محتاجة اعمل مجهود عشان اقنع حضراتكم واقنع السادة القائمين على المؤسسات التعليمية في مصر والدول العربية بان احنا فعلا محتاجين كل جامعة وكل هيئة تعليمية يبقى عندها assessment platform. بس خلينا نتفكر كده مع بعض، انا هحاول انه to summarize كل اللي احنا سمعناه في خلال اليوم وازاي نقدر كتكنولوجي provider نوفر كل اللي مطلوب من الاسسمنت بلاتفورم. وده يعني انا بعتبر انه يعني انا من حظي ان انا جيت في الاخر لانه هلخص كل اللي الاساتذه اتكلموا عليه انه ايه الفاليو بتاعه ان احنا يبقى عندنا اسسمنت بلاتفورم. وزي دكتور عادل يعني قبلية كلم كتير قوي عن الـ عن الـ عن الفاليو دي والطريقة التعامل مع الاختبارات وإنشاء الاختبارات. بس الحقيقة إنه يعني خلينا نتكلم مثلا إنه حاجة زي الـ efficiency الـ time saving إنه الـ cost. ودلوقتي مع الـ economic situation مش بس في مصر في الدول العربية وفي على مستوى العالم الـ cost موضوع مهم جدا في إن احنا نفكر في solutions تبقى cost effective بالنسبة للـ organizations. موضوع الـ environment وإحنا كنا لسه في مصر عندنا COP27 وبنتكلم عن الـ environment وإزاي نحافظ على البيئة وإزاي ما نروحش ناحية يعني ازاي نستخدم التكنولوجي تو سبورت الايديوكيشن. حاجه مهمه جدا موضوع الكونسيستنسي انه ازاي اطلع اختبارات كونسيستنت ما تبقاش كل اختبار قائم بذاته، ما يبقاش على حسب الوقت اللي الاختبار ده طالع فيه ولا على حسب
الأستاذ اللي بيعمل الاختبار، لا احنا بنتكلم هنا على consistency along الاختبارات كلها. موضوع الاكسسبيليتي، واعتقد في السيشن بتاعت الصبح كان دكتور من الدكتورز بتتكلم برضو على الاكسسبيليتي وازاي الفير تشانس، ودي حاجه من الاهداف بتاعت اليو ان انه يبقى فيه فير تشانس اوف ايديوكيشن لكل الستودنتس سواء عندهم اكسسبيليتي اور نوت. فده كمان كان بي بروفايدد باي ذا اسسمنت بلاتفورم. وان اوف ذا اكزامبلز انه مثلا الولاد الستودنتس اللي عندهم مشاكل في الـ في الـ في الـ في الـ في ان هم يسمعوا، فبنكبر فان هم يقروا، فبنخليهم يسمعوا الـ الـ الاسئله ويجاوب كمان. ممكن لو هو مش قادر يكتب عنده ديسابيليتي في ايده ممكن يجاوب باي اوديو، والبروفيسور هيصحح الاجابه دي سواء اوديو او فيديو على حسب اللي مطلوب في الاجابه. فده بيدي فير تشانسز لكل الستودنتس في جميع المستويات. طبعا الفلكسبيليتي، ودي فيها كلام كتير جدا وبيكفر بوينتس كتيره جدا في موضوع الفلكسبيليتي، وطلع يعني كويزز بتكفر ايه واسسمنتس بتكفر ايه وبطريقه سهله مش محتاجه وقت ومش محتاجه مجهود من البروفيسورز. طبعا من ضمن البوينتس موضوعات السكيورتي، الكاستمايزيشن، personalization، وهقف هنا شويه عند البيرسوناليزيشن لانه دي one of the points اللي دكتور عادل اتكلم فيها قبليه على طول. احنا عندنا يعني one of the important customers لينا، هنعمل معاه الادميشن assessments ليه ان شاء الله. كل طالب هيبقى ليه الاكزام بتاعه، كل طالب يعني مفيش واحد هيبقى زي اللي جنبه. وعندنا في فيز 1 45,000 طالب، وده مش مطلوب انه هيدخل 45,000 سؤال، لا هو عدد من الاسئله. ممكن نتكلم على 1000 of questions او 2000 of questions على حسب الافيليبل، وهنعمل بقى الشافلينج وهنعمل التغييرات في الاجابات. يعني ممكن نقدر نوصل في الفلكسبيليتي انه التشينجز تبقى اي بي سي دي وبنغير ما بينها عشان نزود عدد التباديل والتوافير اللي احنا بنشتغل بيها في الجنريشن بتاع الاكزامز، وكل ده اوتوماتيك. طبعا مش محتاجه اتكلم على موضوعات الديتا اناليسز، حضراتكم تعرفوها اكتر مني بكتير. السايكومتريك اناليسز احنا عندنا في correct education consultant ليه باع طويل في التقييم والقياس والتقويم، وهو اللي بيساعدنا جدا في موضوعات السايكومتريك ريبورتس اللي بتبقى موجوده في correct. كل ده بيبقى موجود. الديتا ليها علاقه بالاكزامز، ليها علاقه بالكويشن، ليها علاقه بكل طالب لوحده. الاميديت فيدباك، وده برضو كان كونسيرن من احد الدكاتره الصبح، انه احنا بنعمل الكويشن بانك بس ما بيجيلناش فيدباك. في نوعين من الفيدباك والمفروض الاثنين يبقوا موجودين في الاسسمنت بلاتفورم. في فيدباك اللي هو ممكن يبقى بير ريفيو، يعني البروفيسور بيدخل الاسئله بتاعته على السيستم وممكن حد تاني يبص عليه، تو افويد لو في كالتشرال بايس، تو افويد انه يبقى السؤال مش واضح، كل الحاجات دي. بس في فيدباك بنعمله في السيستم اوتوماتيك فيدباك بيزد على الريزلتس اللي بتطلع من الاكزام نفسه، من الاسسمنت نفسه. وطبعا يعني مثلا دكتور صبيح استاذنا في الموضوع ده، انه النظريه الكلاسيكيه والنظريه الحديثه في القياس والتقويم، وازاي نطلع الاسسمنت الديتا الفيدباك على مستوى كل سؤال والريزلتس اللي بتطلع، وقد ايه السؤال ده مناسب او مش مناسب او نغيره على حسب الريزلتس اللي بتطلع في كل اسسمنت. الكولابوريشن
engagement لانه الستودنتس بيبقوا حاسين، وده اللي حضرتك كلمت فيه من شويه، انه لما بنعمل سيرفيز مع الستودنتس بعد الالكترونيك اكزامز بيبقى الفيدباك بتاعهم ان هم يعني بيفضلوا ده. وانا الحقيقه خليني يعني تشير كده بيرسونال اكسبيرينس مع حضراتكم. انا اخر عهدي بالامتحانات كان في 2008، وبعدين during the pandemic عملت الـ executive MBA في لندن بيزنس سكول. عملت GMAT exam قبل ما join لندن بيزنس سكول، وده عملته proctored exam، فكنت اول مره ابقى في الـ اجرب this type of exams and it's really an experience لازم تجربوها عشان تبقوا عارفين الستودنتس بيحسوا بايه وهم in a proctored exam. الحاجه الثانيه along the way بقى في الـ في الـ في الـ في الام بي اي جربت كل انواع الامتحانات، امتحانات مفتوحه open book، امتحانات مقفوله، امتحانات ليها وقت محدد. كمان في طريقه اللي هو ايه الامتحان من 12 ل 6 هو ساعتين بس انت تدخل في اي وقت، ده كمان عشان تو افويد ان كل الستودنتس بيدخلوا في نفس الوقت، فكمان البرفورمانس والافيليبيليتي بتاعه السيستم ما تتاثرش، وكل واحد على حسب الافيليبيليتي بتاعته. وده يرجعنا للبرسونلايزيشن والكاستمايزيشن اللي احنا كنا بنتكلم عليه. طيب هل نقدر نحقق ده ونفكر في اكتر؟ يس وي كان، زي ما الشعار بتاعك يس وي كان، نقدر نحقق ده ونعمل اكتر كمان. انا طبعا عارفه ان حضراتكم خبراء في موضوعات الاسسمنتس، فالفورماتيف اسسمنت اللي هو لو كويزز او لو حاجه اند اوف تشابتر او الحاجات دي، والساميتيف اسسمنت زي ما دكتور صبيح كان بيتكلم عليها الصبح، نقدر نعمل انتراكتيف اكتيفيتيز وندخل ناخد فيدباك من الستودنتس، نقدر نعمل oral assessment using the assessment platform، مش لازم يبقى written exam، ممكن يبقى oral assessment. واعتقد يعني ممكن ناس فينا جربوه مثلا في الايلتس، بس ده حتى كمان كان من اكتر من يعني من couple of years ولا حاجة few years ago، فما كانش بنفس الجودة اللي ممكن يتعمل بيها دلوقتي. فيديو اسسمنت وده احنا اتكلمنا فيه من شويه، ان كيس اوف اكسسبيليتي ولو هم الستودنتس عندهم مشاكل في ان هو يكتب او كده فيقدر يسجل الانسر بتاعته بفيديو ونبقى شايفين ويقدر البروفيسور يصحح على كده. اونلاين كويزز اند تيستس طبعا، البير اسسمنت ولسه كنا بنتكلم على ده، والجروب اسسمنت. ودي من الحاجات المهمة لأنه أنا برضو من الاختبارات اللي عملناها أنه بيبقى فيه group assignments ولازم يبقى واضح contribution بتاع كل واحد في group assignment، ما ينفعش يبقى واحد بيعمل كل الشغل والباقيين بيتفرجوا عليه، فالgroup assessment برضو هيوضح والسيستم هيبقى قادر يوري البروفيسور contribution بتاع كل واحد في group assessment، وطبعا automated assessment. طيب اهم نقطه بقى ايه التشالنجز اوف ادوبشن؟ اول حاجه وير تو ستارت، والحقيقه انه التشالنجز دي مبنيه على تجربتنا في عين شمس وتجربتنا مع كاستمرز تانيين، ومحتاجه اقول لكم انه التشالنجز دي مش بس في مصر ومش بس في الدول العربيه، it's around the globe. It's all. احنا كوريكت موجوده في الفلبين، موجوده في دول تانية، في افريقيا، موجوده في دول في اوروبا. It's everywhere. لانه في الاخر دي decisions has to be made by the decision makers. نبتدي ب one department ولا نبتدي بكل ال organization؟ ونبتدي ازاي؟ ونبتدي منين؟ اهم point في ده وده من وجهة نظرنا يعني هو a support of management، هو انه الاكزامبل بتاعنا في عين شمس برعاية الدكتور المتيني ودكتورة منى، we wouldn't have done ده في جامعة عين شمس by all means. الانيشيتيف بتاعت انه لازم هنعمل assessment platform بكل الفيتشرز بتاعته بكل الكابابيليتيز and we will make use of it، ومش هنقف عند ولا step، ولو احنا ما عندناش مثلا لابس تكفي كل الناس we will use all the features and then we will have paper based exams. اهم حاجه
don't let anything stop you. ما تخليش الريسورسز، وده برضو من ضمن الكومنتس اللي احد الدكاتره قالها، الريسورسز بتاعت المكان، do not let the resources stop you. The system will help you out, will support you, whatever the resources that you have. من ضمن الديسيجنز برضو نشتغل كلاود، نشتغل اون بريمس. طبعا ده قرار it depends على ال government regulations اللي موجودة في ال country, readiness of infrastructure in terms of connectivity and internet. وبرضو ده do not let this stop you. The core is to have a question bank with calibrated questions, and then we move step by step towards having everything automated and electronic. بس مش لازم يبقى ده اللي بيحصل من day one. الانتجريشن with other systems, this is crucial point, لانه ما ينفعش نشتغل في silos. And the theme بتاعنا هو digital transformation. So we need to have all the systems integrated عشان ما نقعدش ندخل الداتا كل مرة هي نفس الداتا, students data, professors data, content and so on. الداتا privacy will security, again there are a lot في الموضوع ده, لكن نقدر نتكلم على encryption, نقدر نتكلم على security للdevices اللي الassessments بتتعمل عليها and so on. طبعا عندنا trends كتيرة, new trends and still more, and the sky is the limit for all the development. واحنا يعني بيبقى عندنا challenge ان احنا حتى ازاي نبني priorities بتاعتنا عشان نقدر to serve the market the right way. الadaptive assessment زي ما دكتور عادل كان بيكلم عليها, الgame based assessment زي ان انت اللابس اللي هي الساينس لابس اللي هي في medicine وpharmacy ونursing ازاي نقدر نعملها assessment برضو using virtual labs. انا عارفة ان الوقت خلص, فانا ما كنتش متخيلة ان انا هقدر اتكلم يعني كده, بس انا بكلم كتير. لكن في كل الاحوال الانتجريشن مع تشات جي بي تي هيبقى ليه value, هيبقى ليه ضرورة, لانه it's a new trend at the end. الاي اي نفس الكلام. طيب السادة بقى الحضور, هل احنا محتاجين بقى بعد اللي انا قلته ده كله محتاجين assessment platform ولا مش محتاجين؟ محتاجين assessment platform. Thank you very much. I'm here for any questions. I'm here. Thank you. Thank you very much. شكرا. شكرا استاذ صفية, جزيل الشكر على المجهود. طيب مسك الختام للجلسه الثانيه. بعد اذن حضرتك يا دكتور. ايوه فندم. سؤال عايز يوجهه دكتور امين لاستاذ صفية. احنا كنا بنخلي الاسئله في اخر الجلسه لكل. خلاص. طب دكتور في اخر الجلسه يعني. مسك الختام لجلستنا الثانيه النهارده. بس قبل ما نروح لمسك الختام, انا طبعا بحب اتوجه بجزيل الشكر للجمعيه العلميه لقياس والتقويم, اتحاد الجامعات العربيه وجامعة عين شمس على استضافة المؤتمر الهائل ده. شكر خاص لأستاذتنا الدكتورة منى, جزيل الشكر لأستاذنا الفاضل الدكتور مختار الكيال, أستاذتنا الفاضلة الدكتورة صفاء عفيفي. وأنا عايز أقول هو مسك الختام لسببين أساسيين. السبب الأولاني المقدمين الورقة البحثية, الأستاذة الدكتورة ريهام عطية والأستاذة الدكتورة جوليا كوفال. والسبب الثاني الموضوع نفسه, هو موضوع عن الدافعية الداخلية, الانترنسك موتيفيشن, واحدة من أصعب التحديات اللي بتقابلنا مع أولادنا خاصة في مرحلة الجامعية, إن أولاد شخصيا يبقى هم اللي محتاجين إن هم يذاكروا والدافع يكون طالع من جواهم مش جاي من أي عوامل خارجية. الحاجة التانية اللي بتصير ساعاتي النهاردة زي ما قلت لحضراتكم, إن اللي بيقدموا اتنين من أعز الزملاء الأفاضل عليا, الأولانية دكتور جوليا كوفال specialized in social psychology, received her PhD from the National Academy of Science in Ukraine. Right now she's working as a lecturer in the Department of Psychology at the Faculty of Arts and Humanities at British University in Egypt, and she has published a lot of research in international well-recognized journals. Dr. Julia Kovale تخصصت في علم النفس الاجتماعي, حصلت على الدكتوراه من الأكاديمية القومية للعلوم بأوكرانيا, حاليا بتشتغل مدرس في قسم علم النفس في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة البريطانية, وليها العديد من المؤلفات والبحوث. المقدم الثاني هي العزيزة الفاضلة دكتورة ريهام عطية نصر, مدرس بقسم علم النفس التربوي وكلية التربية جامعة عين شمس,
مدرس بقسم علم النفس كليه الاداب والعلوم الانسانيه بالجامعه البريطانيه في مصر، ومقرر الجمعيه العلميه لقياس والتقويم التابعه لاتحاد الجامعات العربيه، والمدير السابق للوحده المركزيه للقياس والتقويم بجامعه عين شمس، وهم الاثنين هيشاركوا معانا في تقديم الورقه البحثيه. دكتور جوليا بليز ستارت. Thank you very much. Thank you very much for the esteemed audience and the organizers of this conference, and thank you for letting us speak about our research. We actually, I think, are talking about how to make our students more engaged and benefit from what we give them in the lectures and in our everyday academic life. So we have conducted research, and we would like to share with you our results. And we believe that they can be practically applied, at least preliminary results tell us that we can train our students to perceive feedback in a certain way, and we can train our staff also to give a specific feedback, and we want to show what exactly areas of focus should be actually highlighted. So we all know that academic feedback is essential, and our esteemed speakers talked about this before in the previous sessions, very interesting talks. And we all know that feedback is about information about the performance, and we know that based on this information, the students would be able to identify the areas that they are not very good at, so they can improve, that this information would help them to self-regulate and to develop some growth mindset. And what's more importantly, it would allow our students to stay engaged and motivated. But very often, this is only the theory, and very often it's very difficult to apply this in practice. We all know how feedback is important, but we really maybe don't know how to implement this in reality and in practice. So, because of this concerns, and because of some limitations that the current literature gives in terms of the areas of research about the feedback and motivation, we have discovered with Dr. Reham that there is really little research about what exactly is the relationship between the feedback and the motivation. And in other words, which exactly dimensions of the feedback would affect or have an effect on which exactly dimensions of the motivations of students. And we actually have found an interesting research in neuroscience that give some kind of grounds in a lot of intuitive, let's say, implications and theoretical assumptions that feedback really may serve as a push for our students to be more engaged and be more motivated. So one of the research, or one of the studies, very interesting one, says that feedback, when it's focused on the information, not on the evaluation of students, may serve as reward and punishment by activating the dopaminergic brain areas that are responsible for reward and punishment. Okay, so what really is then interesting, that even if the feedback was already given, the research suggests that the brain activity continues. And this means that the brain activity may be a kind of tweaked by the way we give feedback and by the kind of feedback we give, when it's goal-oriented, oriented towards the goal achievement by students,
when it's oriented towards information, providing the know-how rather than the evaluation of the student himself or herself. And actually, this feedback and may motivate our students. Just to briefly talk about the conceptual definitions, in literature, there are two kinds of feedback in general. There are more, but we would focus on two, performance and corrective feedback. And performance normally is about the performance of anyone, focusing on advantages, disadvantages, or strengths and weaknesses, while corrective feedback is focusing on what could be improved in the product, right? So we all know, and this is mentioned in many studies and research, that if it's timely and specific, so this corrective feedback can be really effective because it can improve performance of students. However, what is lacking is the application on the academic settings, and specifically application on the university student settings, because most of the feedback studies talk about work, sports, employees and secondary school. Also, they talk about specific subjects like English, Arabic, or other, math. And we wanted to research this topic in a little bit wider context. So what is the feedback perception of students, and what is the feedback that could be called academic feedback and could be applied in more general settings? And we also have found that there is limited research about the, as I mentioned before, relationship between the academic feedback and academic motivation. And in particular, there is a limited knowledge about what is the association between the discrete feedback dimensions and discrete or specific aspects of academic motivation. So, as for the feedback, we actually combined the two concepts of corrective and performance feedback for our study as the theoretical basis, and we would define the feedback as the information given in an objective, reliable, measurable, and specific manner that provides data about what was done well, what needs improvement, and so on, delivered frequently and following performance. And it's about task and performance rather than personal characteristics. And the same way we define the motivation, and this is the general knowledge that intrinsic motivation is the one that improves the performance and engagement of our students. So we focused on that, and we agreed that it's about curiosity or need to know about something, about any topic. It's about desire to engage, and it's about the desire to contribute or excel. So, since we understand how feedback is important, and since students also feel that feedback is important, because in my practice, in Dr. Reham's practice, in practice of other authors, students very often complain that faculty do not really provide the enough feedback. This actually pushed us to look at this point from the student's perspective. Because yes, there are research studies that talk about the importance of feedback, timely, specific, and so on. But what about the perception of students? What is important for them in the feedback, and how this, if addressed, can improve their motivation, and in particular, intrinsic motivation? Therefore, in our study, we wanted to answer these questions
So we wanted to ask what's the relationship between the feedback and intrinsic motivation and what are the specific factors of academic feedback and what exactly may positively enhance this motivation. Our study had two stages, and I will skip the first stage details, but you will see that we provided some evidence that it was conducted. So the stage one, we decided to construct measuring instruments. What do I mean here is that, yes, there are questionnaires, self-report inventories that measure the feedback. But as I already mentioned, they are all or many in the settings of secondary school, work, organizations, sports, and so on. So we found only two that are more or less relevant to the feedback, academic feedback in the university settings. And also, the ones that exist are very long. The same goes to the motivation and in particular intrinsic motivation. There are very nice instruments, but they're rather long. And we wanted to focus a little bit to understand the exact relationship. So besides the existing instruments, they don't really give the specified dimensions of the feedback and on the of the motivation. So in our new instruments, we would be able to elicit them and to then match which one affects which. So we had, I'm sorry, there is a typo here, 139 participants. Unfortunately, mostly females are more active in participate in the age 18-25, and they are all psychology students in BUE. So this is the explanation how we were designing our questionnaires. Here you see that the internal consistency factors are good. We applied the factor analysis and so on. And finally, these are our results. So we designed the feedback instrument that was able to elicit six dimensions, or we call them orientations, feedback strategies or styles that are related to relevance and timeliness, feedback value, but here from the point of view of students, so their perception of value in terms of how they're able to apply what they were given in practice. So it should be something practical. Feedback effect related to the feelings of being criticized or failed or whatever else. Feedback for effort, justification, self-evaluation, and self-evaluation. Feedback for grade justification and feedback perception as instructor's empathy. The same we did for the motivation, academic motivation instrument, and we were able to elicit four dimensions, the one related to academic perfectionism, learning orientation. This could be a positive and negative. So in the role of an instructor to make it positive. So sorry, lack of time. We're not able to talk about this more. Learning drive and mastery orientation. Power, intrinsic motivation, and effort, outcome, and expectancy motivation. I will jump to results. So we first narrowed down the associations using the correlation coefficient, and we have discovered that only three kinds of feedback, or we call them dimensions, are really affecting the motivation. And only two kinds of motivation are being able to be affected. This is learning mastery orientation, learning drive, sorry, and mastery orientation, and academic perfectionism, learning orientation. So what is really interesting that collectively, these three kinds of dimensions of the feedback can account to 25% of variance in students' motivation. And this is a lot.
If we think about this 25% of variance because of how you give the feedback and what kind of feedback you give, this is a lot and this is rather important. So this result suggests that timely and relevant to the purpose of the assignment and learning goals feedback. Feedback perceived by students as valuable because it shows how to further improve, and feedback that communicates exact strengths, weakness, and clear instructor's expectations can positively increase the motivation of students. I will show to you that there is also an effect of especially the timely and relevant feedback. However, all alone, it accounts only for 10%. So collectively, the three ones are the powerful tool. Interesting implications that the three other orientations or dimensions of the feedback didn't really affect the motivation. They could not improve or, on the contrary, decrease the motivation of students, meaning that it's not about the feedback that would talk about the grade. Okay, it's not about justifying the grade. And it's not about being nice and empathic to our students. And it's not about that students would be feeling criticized or that they're a failure. So whatever we are given, it's not about the emotions and it's not about the grade. And this is, in our opinion, rather interesting result. So the feedback value also is a predictor of academic perfectionism learning orientation, and it accounts for 10% of variance. I will skip that. These are also some interesting results. So these three statements that our students related to certain kinds of feedback actually are important because they are key in how we want our students to excel and engage. Like if we talk about, I feel that challenging assignments can be a great learning experience. So the way we give the feedback may make our students feel that something challenging is a great learning experience. I feel good about myself that I finish a difficult project and I try to do my best on every assignment. So as you see, it's not about the grade, it's about the true core of the intrinsic motivation, just because of how and what kind of feedback we're given. So this is our conclusion, and Dr. Reham will just summarize this all in Arabic very briefly. Okay, and yeah. اوكي انا بس هقول جملتين لان دكتور جوليا استفادت في شرح كل الحاجات. لما رحت الجامعه البريطانيه هم هناك عندهم نظام وثيق وقوي ان احنا لازم ندي للولاد تغذيه راجعه على الاداء بتاعهم. ففوجئت بالولاد اللي جايبين 98% جايين بيطلبوا فيدباك. فلما قعدت معاهم انتوا عايزين فيدباك ليه؟ انتوا جايبين اصلا 98%. المتعارف عليه ان اللي عاوز فيدباك بيبقى حد جايب درجات قليلة عايز يعرف هو قليل في ايه. فقالوا احنا عايزين نعرف احنا عملنا ايه كويس عشان نعمله المرة اللي جاية. او انهم جايين يشتكوا من دكتور علشان دايما بيقول لهم برافو شاطرين، عايزين يعرفوا طب احنا شاطرين في ايه. فمدركات الطلاب ناحية التغذية الراجعة تختلف عننا احنا كحد بيدرس. احنا ممكن نبقى شايفين انه انا هديله فيدباك اقوله برافو شاطر you did well وهكذا، لكن الولاد عايزين بوينتس محددة زي ما دكتور جوليا قالت ليها علاقة بالدرجة بتاعتهم. أنا الدرجة دي جبتها ليه؟ لأن هو ده اللي هيخلي عندي موتيفيشن طول الوقت إن أنا أأدي تاني أحسن وأحسن وأحسن. ده كان الغرض الأساسي من الريسيرش، وإحنا طلعنا بثلاث أنواع من الفيدباك إن شاء الله نحاول بقى نطبقهم بإذن الله. شكرا جزيلا. From here we have reached the end of the second session of our conference. شكرا للجميع وشكرا لكم ومؤتمر موفق وشكرا للجميع. السلام عليكم. From here we have reached the end of the second session of our conference, and now with the closing remarks which will be delivered by Professor Mona Abdelaali Al-Zahri. So kindly come up to the podium.
ومن هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الجلسة الثانية من المؤتمر، والآن مع الملاحظات الختامية تقوم بإلقائها الأستاذة الدكتورة منى عبد العال. الضيوف الأعزاء والحضور الكرام، منذ بداية مؤتمرنا تغذينا بمشاركات رائعة من قامات من المتحدثين المتميزين، نشكرهم جميعاً، ويمكننا أن نلخص أفكارهم القيمة ومناقشاتهم المثمرة في بعض التوصيات الهامة. أولاً، ضرورة تعزيز التعاون بين المنظمات الإقليمية والدولية لتعزيز جودة وتوحيد أساليب التقييم الرقمي في التعليم، تشجيع التطوير المهني المستمر لضمان جاهزية المعلمين لاعتماد أساليب التقييم الرقمي. ثالثاً، زيادة الوعي فيما يتعلق بالتوازن بين فوائد التقييم القائم على الذكاء الاصطناعي وأهمية المشاركة البشرية في تقييم الطلاب. رابعاً، تسليط الضوء على أهمية خصوصية البيانات وأمنها في التقييم الرقمي ومشاركة استراتيجيات حماية المعلومات للطلاب. خامساً وأخيراً، وضع استراتيجيات وسياسات وإجراءات للتعامل الجاد والحازم مع التجاوزات الأخلاقية المحتملة في التقييم الرقمي، وخاصة في أدوات التقييم القائمة على الذكاء الاصطناعي. مرة أخرى أتوجه بجزيل الشكر والتقدير للمتحدثين الأفاضل. اسمحوا لي أيضاً أن أعرب عن عميق امتناني لأساتذتي وزملائي رؤساء الجلسات لمساهمتهم طوال اليوم، والتي مكنتنا من عقد مؤتمر مثمر للغاية. أود أيضاً أن أعبر عن تقديري لجميع الحاضرين لمشاركتهم الفعالة التي أثرت الحوار. وأخيراً وليس آخراً، أشكر اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر على الوقت الذي أمضوه لتمكين هذا التجمع من العقول والخبراء. شكراً لكم، ونتطلع إلى المزيد من الفعاليات الناجحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. By now, we have reached to an end for the first annual conference of the Measurement and Evaluation Scientific Association, Association of Arab Universities. For all the honorable attendees, I extend my thanks and gratitude on behalf of the Scientific Association for Measurement and Evaluation. And we appreciate your distinguished presence in the conference, and looking forward to your presence in our upcoming scientific events.